السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة تعليم مايكروسوفت أوفيس إكسل. حلقة النهاردة هتبقى حلقة بسيطة وسريعة، هنتعلم فيها إزاي نحل مشكلة بتقابل معظم اللي لسه بيتعلموا برمجة، والمشكلة دي عبارة عن اللغة العربية في الإكسل أو في برمجة الإكسل. طب إيه هي المشكلة بالظبط؟ ساعات كده لما بتيجي تصمم برنامج وتبقى اللغة العربية ظاهرة عندك زي ما انتوا شايفين كده في الأزرار كلها، ويبقى البرنامج شغال عندك كويس جدا وتيجي تبعته لحد تاني ويشغله على أي جهاز تاني، تلاقي اللغة العربية دي اختفت وبقت كلام غريب كده أو علامات استفهام. حتى الرسائل اللي في البرنامج، يعني لو جينا نفتح رسالة كده هتلاقي الرسالة بتظهر دي برضو بتظهر بكلام غريب أو علامات استفهام، ومبتبقاش عارف السبب من ايه مع انه شغال عندك كويس جدا. والمشكلة التانية لما بتيجي تخش على شاشة محرر الأكواد، تعال نخش على شاشة محرر الأكواد كده وتيجي تكتب باللغة العربية، تلاقي برضو نفس الكلام دوت أو علامات الاستفهام بتظهر بدل الحروف العربي. طيب نحل المشكلة دي ازاي؟ هنعرف مع بعض دلوقتي ازاي نحلها بطريقة سهلة جدا وبسيطة. بس في البداية يا ريت ما تبخلوش عليا بلايك للفيديو، واللي بيشوفني لأول مرة يعمل اشتراك في القناة، ويلا بينا نبدأ نشوف هنحل المشكلة دي ازاي. طيب حل المشكلة ديت حلها سهل جدا وبسيط. كل اللي هنعمله هنعمل حاجتين. أول حاجة هنظبط إعدادات اللغة من خلال الويندوز نفسه، والحاجة التانية هنظبطها من ملف الإكسل من شاشة محرر الأكواد. طيب تعال الأول نعرف إزاي نظبطها من خلال الويندوز نفسه. طب بنيجي هنا نخش على ستارت، أو بنكتب كده على شاشة البحث اللي تحت دي، هنستعلم عن الكنترول بانل. هنفتح الكنترول بانل بالشكل دوت، هتظهر معانا الشاشة دي. من خلال الشاشة ديت هنختار كلوك أند ريجون، هتلاقيها موجودة هنا اهيت، هنضغط عليها هتظهر معانا اختيارات تانية. هنختار برضو change date and time، او نختار الريجون دي على طول. هتفتح معانا الشاشة دي. طيب من خلال الشاشة دي اول حاجة فيها هنا format. لو النسخة اللي عندك قديمة شوية هتلاقي هنا format وفي اربع اختيارات او خمس اختيارات، بس الطريقة كلها هتبقى واحدة. احنا هنختار هنا اول حاجة format. هنيجي عند الفورمات هنا، هنفتح السهم دوت، لازم تلاقي اللغة عندك هنا عربي. لو لقيتها اي لغة تانية انجليزي او اي لغة، لا يبقى لازم تختار، هتفتح السهم دوت وتختار اللغة تخليها عربي والبلد اللي انت فيها. انا مثلا هنا في مصر يبقى عرب عربيك ايجيبت، لو انت مثلا في العراق يبقى عربيك عراق، او السعودية او الكويت او ليبيا، يعني حسب الدولة اللي انت فيها بتختار اللغة العربية والدولة اللي انت موجود فيها. دي اول خطوة من فورمات، هنختار نتأكد ان احنا مختارين اللغة العربية. طيب تاني حاجة هنخش على الادمنستريتيف ديت، هنفتحها هتظهر معانا بالشكل دوت. هنختار هنا تشينج سيستم لوكال، مجرد ان انا اضغط عليها هتفتح معايا شاشة تانية. هنيجي من الشاشة دي، انت هتلاقيها عندك هنا برضو نفس الموضوع، اللغة الانجليزية او الفرنسية. انت هنا بتختار، بتفتح كده السهم دوت وتختار Arabic Egypt. وهنا في الخطوة دي بعد ما تدوس اوكي ممكن يطلب منك ان هو ايه يعمل ريستارت للجهاز عشان يفعل اللغة، فانت هتعمل له ريستارت، وبعد ما يقوم هتجرب البرنامج هتلاقيه اشتغل عادي واللغة العربية ظهرت معاك بصورة تلقائية بدون اي مشاكل. يبقى احنا كده حلينا اول مشكلة من مشاكل اللغة في البرمجة. طيب تاني مشكلة عندنا هي لما بتيجي تكتب، تخش على شاشة المحرر الأكواد وتيجي تكتب كده حروف عربي، بتطلع برضو يا إما علامة استفهام يا إما كلام كده هيروغليفي ما تفهمش منه حاجة. طيب إزاي بقى نظبط اللغة في شاشة محرر الأكواد؟ بتيجي زي ما أنت واقف كده في شاشة محرر الأكواد، بتخش على Tools وهتختار هنا Option، هتظهر معاك الشاشة دي. من الشاشة دي نختار هنا تاني اختيار Editor Format، هتظهر معانا الشاشة دي. هنيجي هنا من عند الفونت،
هنتأكد بس ان احنا مختارين هنا اللغة ديت كارير نيو عربي. ما تفتح السهم دوت هتلاقي انواع كتيرة من الخطوط، اتأكد بس ان انت مختار كارير نيو عربيك. مجرد ان انت تختارها وتدوس اوكي هتلاقي معاك اللغة العربية بقت تكتب عادي، والحروف العربي بقت تكتب عادي بدون اي مشاكل. وبكده هتحل المشكلة اللي بتظهر لك سواء في رسائل الصفحة، هتلاقي الازرار بقت تعدلت للغة العربية، والرسائل اللي بتظهر في لأي زرار زي مثلا كده هتلاقيها برضو اتظبطت معاك. وهو ده كان موضوع حلقتنا النهاردة، أتمنى تكون انتوا استفدتوا من موضوع حلقة اليوم. ياريت بقى ما تبخلوش عليا بلايك للفيديو، واللي بيشوفني لأول مرة يعمل اشتراك في القناة، وانتظروني في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.